السلام عليكم. اليوم بمناسبة زيارة وزير الصناعة إلى ولاية غردايه، نتعرف على بعض القدرات الصناعية لهذه الولاية، حيث أنها تملك ولاية غردايه 3 مناطق صناعية بما تتربع، يعني بمساحة إجمالية تاع 3 مناطق هذه هي 660 هكتار، وفيه منطقة صناعية رابعة راهي قيد الانتهاء منها وتفقدها الوزير. إذا المنطقة هذه الرابعة تتربع على حوالي 100 هكتار، إذا مجموعه هو 760 هكتار، هي مجموع المساحات الصناعية المخصصة للصناعة والنشاطات الصناعية بمختلف الميادين. وتملك ولاية غردايه 2 مصانع كبيرة جدا في 2 ميادين حساسة، واللي هما ميدان صناعة الأنابيب في ميدان نقل الغاز والمحروقات، إذن ثم الميدان الآخر وهو صناعة المواد البناء، المواد الكهربائية التي تستعمل في البناء، ليزانتيريبتور، المواد الكهربائية والصحية دومين سانيتير، إذن في ورشات البناء. إذن حيث أنه يوجد في ولاية غردايه أكبر مركب لصناعة المواد الكهربائية والصحية لتمول عدة مشاريع. نخليكم الآن تشوفوا فيديو عن هذه الشركة الرائدة في ميدان الفورنيتير الفورنيتير إلكتريك سانيتار. إذا نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم.